يلا معانا الاخ هاجر من العراق. شنو رسمت انت عيني؟ والله رسمت الجيم المكان تبع الرياضه. ايوه هاي اللي مثلا في مكان البوكسينج تقدر تضرب بوكسات معلقه. وفي مثلا تزلق هيك تزلق على الحائط. واذا انكسرت؟ اذا انكسرت في الباركور هاي قديمه. هاي تقدر تسلق فيها مثلا في الحائط وكل جمعة تقدر تروح مثلا على برا على الجبال تصعد على الجبال كلايبينج هي اسمها. أيوة. في الانجليزي. وكان معك محمد؟ كان معي محمد وكان معي سيف يساعدني في الكلايبينج. وعندنا سماعة هنا كمان راسمها تسمع فيها مثلا اغاني وهاي. أيوة. او مثلا فيهم عليك. ناس يلعبون يوغا هاي السماعة تفيدهم. مشان اليوغا يراد لها اغاني ريلاكس يعني شوي شوي هيك مو دبكه سوريه وما بعرف ايه. هاي هي الرسم. هاي هي رسمتك. ايه هذا اللي حبيته في اكثر شيء بالحبيبورك حبيته الجيم. ايه انا هنا جيت عرفت على الناس اكثر واكثر وعم اجي هنا اقضي وقت كمان. سبين تايم وذ بيبل. شكرا لجهودك. انت يعني يوميا تجي ولا بس في الاسبوع مره؟ لا يوميا انا هنا ويعني لا ما احب هذا الشيء ما اجي يوميا هنا. فهمتني؟ فهمت عليك. ايه فذات شوي. مين لك اصدقاء هنا تروح تدرب معهم؟ كلهم يعني مش قد ما صرت اجي على الجيم صرت اتعرف على الناس اكثر واكثر يعني. شكرا على جهودك وعلى تعبك وعلى الكلام الحلو اللي شرحت لنا اياه يا غالي.